بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله الجزء في عمارة الحاسب هنتكلم على المين كومبوننت بتاع الكمبيوتر. هندخل في الاستراكشر الداخلي للجهاز بتاعنا، هنبتدي بأبسط نوع من أنواع أجهزة الكمبيوتر بتاعتنا، ونبتدي نشوف الكومبوننت بتاعتها أثناء الانستراكشن، تنفيذ الانستراكشن بيمشي إزاي، وهنبتدي نتكلم على الانستراكشن سايكل والمين بروسيس اللي بتتم خلال الانستراكشن سايكل بتاعتنا والفورماتنج بتاعتنا. هنشوف كمان الانستراكشن مكتوبة بالماشين لانجويج، ازاي الكمبيوتر بيبتدي يفهمها ويبتدي ينفذ الاجزاء بتاعتها، تمام. وهنتكلم على وحدات طرق مجموعة من المعادلات البسيطة اللي نقدر نقيس بيها البرفورمانس الخاص بالكمبيوتر سيستم بتاعنا. دول النقاط الأساسية اللي هنتكلم عليهم في المحاضرة دي، والجزء ده إن شاء الله هتلاقوا المحاضرة كاملة على موديل في اللينك اللي موجودة ليكوا للفيديو كامل.